الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها. تأجيل استكمال تنفيذ اتفاق الوعر في حمص إلى يوم غد بعد وضع مجموعات مسلحة شروطا جديدة. مصادر تؤكد للميادين تحليق طائرة تجسس أمريكية قبالة السواحل اللبنانية والسورية وقيامها بمسح استخباري هو الثالث خلال 3 أسابيع. شهيد فلسطيني وجريحان برصاص قوات الاحتلال في الخليل والقدس بذريعة محاولات طعن. عمدة نيويورك يقول إن التحقيقات في تفجير منهاتن تشير إلى أنه إرهابي، وشرطة نيوجيرسي تفجر حقيبة مشبوهة. وحزب روسيا الموحد الحاكم يحصل على الأكثرية الدستورية في انتخابات مجلس الدوما. مرحبا بكم. تأجل استكمال تنفيذ اتفاق حي الوعر في حمص في سوريا إلى يوم غد وفق ما أفاد به مراسل الميادين. مراسلنا أضاف بأن شروطا جديدة وضعها مسلحو أحرار الشام وجبهة النصرة أدت إلى ذلك. استكمال تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاقية يقضي بخروج عشرات المسلحين وعائلاتهم نحو الشمال السوري. للمزيد ينضم إلينا من حي الوعر في حمص مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، إذا تم تأجيل الاتفاق إلى يوم غد بناء على شروط جديدة وضعتها المجموعات المسلحة الموجودة في حي الوعر، ما هي هذه الشروط؟ والتأجيل ليوم غد يعني موافقة الحكومة السورية على هذه الشروط؟ في الواقع حتى هذه اللحظة هناك اجتماعات مكثفة للجهات المعنية بتطبيق هذا الاتفاق في محافظة حمص، الأجهزة الأمنية، الهلال الأحمر، وكل هذه الجهات مع الوجهاء من حي الوعر الحمصي. كما فهمنا يعني في الإطار العام، يعني دون أن نأخذ كل التفاصيل هذه الشروط، أن المسلحين وخصوصا من أحرار الشام هي القوة الأكبر في هذا الحي، حي الوعر. تتحدث عن موضوع يتعلق بنقطة الوصول النهائية، أي أنها كما هو معروف هي سوف تتجه إلى محافظة إدلب. الطريق من حمص حتى قلعة المضيق وهي آخر نقطة يعني تسيطر عليها حواجز الجيش السوري، هو مؤمن من الجيش السوري من الوحدات الأمنية السورية. لكن في النقطة الأخرى يعني فيما بعد تلك النقطة هناك يعني تقوم هذه المجموعات بترتيب أوضاعها، حتى الآن لم تحصل على ما يبدو على ترتيبات لضمان أمنها. هناك حافلات سوف تنقل هؤلاء المسلحين، أين سوف تتوجه، من سوف يتولى استقبالها، وكل هذه التفاصيل، هذه المعلومات حصلنا عليها في الإطار العام لهذا الخلاف. في ساعات الظهر في الواقع يعني كانت هناك أيضا نقاط أخرى تتصل، مثلا بأن الاتفاق ينص على انسحاب المسلحين مع عائلاتهم يعني كأولوية، ثم ربما في مراحل ثانية ينسحب مثلا كبار السن أو يعني ينقل كبار السن أو الحالات المرضى أو العجزة. على ما يبدو أيضا هناك يعني بعض المطالب كانت تتحدث عن أولوية مغادرة المسلحين كدرجة أولى، هكذا يشترط المسلحين، ثم في الدرجة الثانية الفئات الأخرى، وهو خلافا لما تم الاتفاق عليه. حتى هذه اللحظة وكنا قبل قليل نتحدث مع المحافظ طلال برازي محافظ حمص، يعني هناك اجتماعات مكثفة لمعالجة هذه النقاط، لأن هناك تقريبا إصرار يعني عالي المستوى على إنجاز هذا الملف لما له من أهمية على حي الوعر وعلى كل ملف الوجود المسلح داخل مدينة حمص. بكل الأحوال محمد، انتهاء أو إقفال ملف حي الوعر بالتالي ينهي يعني الملف اللي تواجد العنصر المسلح في كامل حمص، صحيح؟ في كامل مدينة حمص بطبيعة الحال، لأن الوجود المسلح هو حاليا داخل مدينة حمص فقط في حي الوعر، وهم يعني ربما يتجاوزون 1000 عدد هؤلاء المسلحين، ربما يصل إلى 2000 مسلح أو هكذا، يعني لا توجد تقديرات يعني كرقم نهائي، إنما الرقم الموجود أن كان من المقرر في هذه المرحلة من الاتفاق خروج حوالي 250 إلى 300 مسلح مع عائلاتهم، ربما يصبح هذا الرقم يعني بين مسلحين مع العائلات إلى حوالي 1000 شخص سوف يتجهون باتجاه إدلب. وفقط محمد للإشارة، تحديد موعد يوم الغد هذا ملزم بالتالي لتطبيق الاتفاق إما بشكله الجديد في الأمور اللوجستية أو حتى بشكله اللي كان معلن سابقا، فقط نوضح هذه النقطة. في الواقع يعني كل هذه الجهود كانت يعني هو اساسا يعني حتى الساعه 12 كان هناك حتى امل ان يتم تطبيق الاتفاق هذا اليوم، لكن على ما يبدو اجل الى يوم غد ربما للبحث في معالجه هذه النقطه. يعني اكثر من ذلك مثلا بعض الناشطين داخل هذا الحي كانوا يتحدثون مثلا عن حاجتهم الى ضمانات من الامم المتحده لتلك النقاط الاخيره، يعني للمقاطع الطرقيه التي تصلهم من بعد قلعه المضيق اخر حاجز الجيش السوري حتى وصولهم الى داخل تلك المناطق التي يسيطر عليها المسلحون جيش الفتح وجبهه النصره
وأحرار الشام داخل إدلب. يعني الجهود هي تبذل ويعني يؤمل أن يكون ذلك في صباح يوم غد، وهو موعد تقريبي حددته محافظة حمص لإكمال هذا الاتفاق. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من حي الوعر في مدينة حمص. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري سوري قوله إن العمل باتفاق الهدنة الساري في سوريا منذ أسبوع ينتهي عند 7 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي. المصدر العسكري أضاف أنه لا يعلم بعد ما إذا كان سيجري تمديد العمل بالهدنة أم لا. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن زيادة عدد النقاط المتصلة بشبكة الإنترنت للمراقبة الفورية المباشرة بالفيديو لسير تطبيق نظام الهدنة في سوريا. في غضون ذلك قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن قافلتي مساعدات تضم كل منهما 20 شاحنة وتحملان إمدادات تكفي لإطعام 185 ألف شخص في شرق حلب بمدة شهر ما زالتا عالقتين في تركيا. واليوم أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية ستواصل تقدمها في شمال سوريا حتى تطهير المنطقة من المسلحين والمقاتلين الكرد. وخلال مؤتمر صحفي قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قال أردوغان إن الجيش الحر المدعوم من تركيا لا يرغب في تدخل قوات خاصة أمريكية في سوريا، وألقى باللوم على ما وصفه بسلوك المسؤولين الأمريكيين في ازدياد التوتر مع مقاتلي المجموعات المسلحة السورية. في جنوب سوريا وبعد رصده عددا من المسلحين داخله، استهدف الجيش السوري بصاروخ موجه منزلا عند أطراف بلدة طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي ما أدى إلى تدميره ومقتل وجرح من فيه. وفي دير الزور شن الطيران السوري الروسي السوري غارات مكثفة على مواقع داعش وفق ما أفاد الإعلام الحربي. الغارات دمرت مستودعي ذخيرة في حي الحمدية ومستودعا آخر في حاويجة المرعية جنوب شرق المدينة. الطائرات استهدفت أيضا تحركات داعش في جبل الثردة ومحيط اللواء 137 والبانوراما ومواقع في الكنامات وخسارات والحويقة في المدينة. الطائرات قصفت أيضا مواقع التنظيم شمال غرب دير الزور حطلة في ريفها الشرقي. أعلن الجيش الدنماركي مشاركة مقاتلات دنماركية في الغارات على مواقع للجيش السوري في دير الزور، ليؤكد موقع الجيش استعداده لتقديم الاعتذار إذا تبين أن المواقع المستهدفة هي للجيش السوري. وفي السياق ذاته أسف رئيس الوزراء الأسترالي للخسائر في الأرواح والإصابات بين الجنود السوريين جراء غارات التحالف والتي شاركت فيها طائرات أسترالية، ليؤكد أن أستراليا لم تتعمد مطلقا استهداف أي وحدة للجيش السوري. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دان الضربات الأمريكية التي استهدفت الجيش السوري في دير الزور، واتهم واشنطن بخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا. الإمبراطورية الأمريكية قصفت وكسرت اتفاق وقف الأعمال العدائية السوري وأصدرت بيانا فقط. المحاكم الدولية والأخلاق الدولية ونحن ندين هذا الهجوم الإجرامي الذي ينتهك ليس فقط وقف الأعمال القتالية بل البحث عن السلام. نحن ندعم الشعب السوري وروسيا وجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجلس الأمن وفي كل مكان آخر. مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري وفي أعمال قمة دول عدم الانحياز كان قد وصف الغارات الأمريكية بالاعتداء الخطير والسافر على سوريا. لا يمكن أيها السادة أن تعتدي الولايات المتحدة الأمريكية على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة وفي حركة عدم الانحياز، ومن ثم تدعي بأن ما حدث هو عبارة عن خطأ فني. لا يمكن لذلك أن يمر مرور الكرام. هذا عدوان سافر، ومن يتردد في إدانة هذا العدوان هو شريك فيه.
المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان رأت أن الضربات الجوية الأمريكية على الجيش السوري في دير الزور لم تكن من قبيل الخطأ. أقالت شعبان في مقال نشره موقع الميادين أن التقارير التي تعترف بالخطأ هي استهانة بالعقول ومحاولة لتسجيل موقف يبرئ أصحابه من أشنع الممارسات. كما رأت بثينة شعبان أن الولايات المتحدة مصممة على استمرار الاستنزاف وإطالة أمد الحرب في كل من سوريا والعراق، ففي الوقت الذي تعمد فيه روسيا للتوصل إلى نقاط واضحة وجلية تتذرع الولايات المتحدة بوضع إقليمي أو أطراف لن تسمح بإنجاح الاتفاق بشأن سوريا. شعبان أضافت أن الضربات الأمريكية الأخيرة على الجيش السوري كان هدفها مناصرة داعش، مشيرة إلى أن الاستنتاج الروسي حول تواطؤ الولايات المتحدة مع داعش كان في مكانه. أفادت مصادر لبنانية للميادين بتحليق طائرة تجسس أمريكية ضخمة قبالة السواحل اللبنانية والسورية. المصادر أوضحت أن الطائرة الأمريكية من طراز P-8A المتطورة وتستخدم عادة لأهداف عملية، وهي قادرة على إلقاء أجهزة سونار في المياه لأغراض استخبارية. كذلك أشارت المصادر إلى أن طائرة التجسس الأمريكية تبعت مسارا مستقيما حتى وصلت قبالة سواحل لبنان، وغيرت مسارها ضمن نصف دائرة بين مدينتي صيدا وجونيا قبل التوجه نحو سواحل سوريا، ثم غيرت مسارها ضمن دائرة كاملة على الخط الموازي ما بين حما وجبلة واللاذقية، وقامت بمسح استخباري هو الثالث خلال 3 أسابيع. إلى أراضينا المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني وجرح آخر بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الشابين حاولا الاقتراب من حاجز للجيش الإسرائيلي بنية تنفيذ عملية طعن، فقامت قوات الاحتلال بإطلاق النار ما تسبب باستشهاد شاب وجرح آخر. العملية تأتي بعد ساعات على إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن نفذها فلسطيني عند باب الزاهرة. الشاب وهو من باب العمود أصيب برصاص الاحتلال. تجدد العمليات الفلسطينية على نحو تصاعدي في الأيام الماضية أظهر مجددا عجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن مواجهتها وتشكيكا بصحة ادعاءاتها بكبحها. منال إسماعيل. على وقع المخاوف من تصاعد وتيرة العمليات الفلسطينية، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمشاركة مسؤولين رفيع المستوى من المؤسسة الأمنية تقديرا للوضع الأمني، أوعز في نهايته بتعزيز قوات الشرطة في القدس المحتلة. عشية الأعياد اليهودية الكبرى التي ستصادف الشهر المقبل، يتزايد مستوى التهديدات. الجيش والشرطة يعززان قواتهما من أجل ضمان قيامنا بالاستعدادات اللازمة لحماية مواطنينا في هذه الفترة الحساسة. تصاعد وتيرة العمليات الفلسطينية على نحو متسارع لتصل إلى أكثر من 7 عمليات في غضون 2 فقط شغلت المحللين الإسرائيليين، ولا سيما في ظل المعطيات التي سبق أن نشرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتي تظهر انخفاضا ملحوظا في مستوى تلك العمليات. موجة الإرهاب عادت، ومن يراقب ويتابع في الحقيقة يقول إن تلك الموجة لم تتوقف مطلقا. موجة الإرهاب هذه ستستمر على الأقل في الأيام والأسابيع المقبلة. هناك خشية إضافية في المؤسسة الأمنية، وهي تصعيد موجة الإرهاب بمعنى دخول مجموعات إطلاق نار على مواقع للجيش الإسرائيلي أو على المستوطنين على خط تلك العمليات. وفي ظل الوضع القائم، يواصل المسؤولون الإسرائيليون سياسة التحريض على القتل ضد الفلسطينيين. كان هناك عمليات قاسية، أنا مقتنع بأن المطلوب هو تعزيز القوات على الأرض، لكنني أقول طوال الوقت إن القاعدة التي علينا اتباعها يجب أن تكون واضحة. 1000 أم إرهابي تبكي ولا أمي تبكي. 1000 أم إرهابي تبكي ولا أمي تبكي. مراقبون قالوا إن أوان الاعتراف بالحقيقة قد حان. لا أحد في المؤسسة الأمنية يمكنه تفسير لماذا اندلعت تحديدا في نهاية الأسبوع موجة متعاقبة من العمليات. ويضيفون مرة أخرى، تلقينا تذكيرا بأن الهدوء في الضفة أخيرا هو هدوء وهمي تتقد تحته جذوة جيل شاب مستعد للتضحية وشن عمليات.
أعلن عمدة ولاية مدينة نيويورك الأمريكية أن التحقيقات في تفجير منطقة منهاتن تقود إلى مؤشرات بأنه عمل إرهابي. هذا وأصدر شرطة نيويورك اليوم مذكرة بحث بحق رجل في 28 من العمر اسمه أحمد خان رحمي، وتريد استجوابه بشأن الاعتداء بواسطة قنبلة، وهو الاعتداء الذي وقع في المدينة مساء السبت. من جانبها فجرت اليوم شرطة نيوجيرسي حقيبة ظهر مشبوهة تم العثور عليها في مكان التفجير الأول وفق ما أعلن عمدة مدينة إليزابيث في الولاية. حصل حزب روسيا الموحد الحاكم على الأكثرية الدستورية في انتخابات مجلس الدوما بحصوله على 343 مقعدا، فيما حصل الحزب الشيوعي على 42 مقعدا والحزب الليبرالي الديمقراطي على 39 مقعدا. وفيما أوضحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية أن حزب روسيا الموحد حصل على 140 مقعدا في القوائم الفيدرالية. تعرض الناخبون الروس لاعتداءات في أوكرانيا خلال مشاركتهم في التصويت بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد. عباس صباغ. المشهد هذا يختصر حجم التوتر الذي أصاب العلاقات الروسية الأوكرانية، وهذا الناخب الروسي يحاول الإفلات من غضب ولكمات أوكرانيين تجمعوا أمام السفارة الروسية في كييف. وليس الحوار بين أحد الناخبين الروس وعدد من الأوكرانيين إلا صورة واضحة لزيادة التباعد بين الجمهوريتين السلافيتين الجارتين والسوفيتيتين السابقتين. من أنت؟ هنا بيتي وأنا من أصول أوكرانية وجئت لأمارس حقي في الاختراع. احزم ممتعتك وعد إلى موسكو، فصوتك لن يغير شيئا. إذن أنت روسي فعليك التصويت لحرية شبه جزيرة القرم والدنباس. لكن هذا حقي وأريد أن أشارك في التصويت. بعد هذا النقاش تعلو الأصوات المنددة بروسيا من دون أن تخلو من الشتائم المصحوبة باللكمات والضرب لكل من حاول دخول السفارة الروسية في كييف للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد. الاعتداءات على الناخبين الروس تكررت في مدن أوكرانية أخرى ومنها أوديسا، فهذه المدينة التي شهدت أبشع مجزرة بحق الموالين لروسيا في أيار مايو عام 2014 وراح ضحيتها أكثر من 60 مدنيا قضوا حرقا واختناقا في بيت النقابات، اعتدى متطرفون أوكرانيون على الناخبين الروس مستهجنين السماح لهم بالتصويت. يبدو أن الشرطة الأوكرانية قد نسيت ما جرى في الميدان في العام 2013 واليوم تقوم بحماية القنصلية الروسية في أوديسا. الناخبون الروس الذين تمكنوا من دخول القنصلية اقترعوا تحت حماية الشرطة الأوكرانية، ولكن من دون أن يخفف ذلك من حدة الاحتقان والمحاولات المتكررة للاعتداء عليهم. متواصلون بتقديم الظهيرة وأبرز ما فيها بعد الفاصل. صمت انتخابي في الأردن قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة غدا. أهلا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين. دخل الأردن اليوم مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة غدا، وعشية عمليات الاقتراع كشفت صحيفة الدستور الأردنية اليوم أن جماعة الإخوان أصدرت تعميما تدعو فيه الموالين إلى حصر التصويت بأعضاء الجماعة فقط. وذكرت الصحيفة أنها حصلت على وثيقة إخوانية جاءت تحت عنوان تعميم أكدت فيه حجب التصويت عن أي مرشح مستقل داخل القائمة لضمان فوز مرشحي الإخوان في الانتخابات. جماعة الإخوان وفي تصريح رسمي لها نفت وبشكل مطلق صدور مثل هذا التعميم عنها مؤكدة أنها وثيقة مزورة. مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية غدا تغطي صور المرشحين شوارع العاصمة الأردنية عمان. يستعد الأردنيون لخوض أول انتخابات تشريعية ستجري بعد تعديل القانون الجديد الذي يسمح للأحزاب السياسية بتقديم قوائم للمرشحين لاختيار 130 عضوا لمدة 4 سنوات.
الأردن ماشي في خطوات إصلاح سياسي. حقيقة البعض بيقول إنها بطيئة، البعض الآخر بيقول إنها متسرعة، لكن أعتقد إنها تمشي بالخطوة اللازمة. بالتأكيد الانتخابات النيابية هي عنوان للإصلاح السياسي طالما أنها تعقد في مواعيدها في مددها الدستورية. المخاوف من ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع دفعت المرشحين إلى تكثيف دعايتهم الانتخابية وأطلاق الوعود بإصلاح اقتصادي على أمل جذب المترددين إلى مراكز الاقتراع. هذه المخاوف أكدتها استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 38% من المواطنين سيشاركون في الانتخابات. جبهة العمل الإسلامي التي قطعت الدورتين السابقتين قررت المشاركة هذه المرة في الانتخابات ضمن قائمة الإصلاح التي تضم شخصيات مستقلة بينها مسيحيون. عملية الانتخابية على الرغم من وجود إشكاليات وقوى شد عكسي وتدخلات وضغوط إلا أنها ما زالت مستمرة. نأمل أن تنتهي التدخلات إلى هذه النقطة وأن لا نفاجأ بمفاجآت أخرى في العملية الانتخابية. في الأردن لا يوجد ما يضمن نزاهتها إلا بعد انتهاء العملية الانتخابية. مراقبون اعتبروا أن أغلب الوعود الانتخابية التي أطلقها المرشحون تتصل بالإصلاح الاقتصادي أكثر من الإصلاح السياسي، فيما ناهز عدد المتنافسين 1200 مرشح مقسمين على 23 دائرة انتخابية في 12 محافظة. هذه الانتخابات التي دعي إليها نحو 4,200,000 ناخب تنعقد في وقت يعيش فيه الأردن ظروفا أمنية واقتصادية صعبة، ولا سيما في ظل وجود أكثر من 1.5 مليون نازح سوري وعراقي. معنا من عمان رئيس تحرير صحيفة الدستور سيد محمد حسن التل. أهلا بكم سيد حسن التل. جماعة الإخوان المسلمين ردت على ما نشرتموه حول وثيقة تعميم بأنها وثيقة مزورة. أطلب منك توضيحا خصوصا لجهة التوقيت، لأنه هذه وثيقة خيانة مبكرة إنجاز التعبير في توقيت لافت قبل ساعات من بدء الاستحقاق الانتخابي. يا ستي، على درجة جماعة الإخوان المسلمين الغير مرخصة في الأردن أن تشكك في أي معلومة يتداولها الإعلام حول نشاطاتها. نحن في الدستور قمنا بعمل استقصائي حقيقي وحصلنا على هذه الوثيقة، ونحن متأكدون تماما من صحة هذه الوثيقة. هم من الطبيعي جدا أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يصدروا بيان يكذب هذه الوثيقة، واليوم بالذات أيضا بعد نشرنا الوثيقة صدرت وثيقة أخرى فيها من شباب الحركة الإسلامية في الزرقاء يؤكدون على أن الحركة الإسلامية اختارت مرشحين خارج التنظيم غير مرضي عنهم من قواعد التنظيم المنظمة. وهذه الوثيقة التي وزعت اليوم في الزرقاء بين شباب التنظيم تؤكد على الوثيقة، حقيقة وثيقة نشرتها الدستور اليوم. طيب لماذا الآن وكيف يمكن استبيان مثل هكذا وثائق ولا تكون في إطار الاستثمار السياسي؟ يا ستي، هم عادة قبل انتخابات الإخوان المسلمين عادة قبل انتخابات بساعات أو يعني بأيام قليلة يعيدوا خططهم ويعيدوا انتشار مواقفهم إزاء حلفائهم. والقوى السياسية في الأردن معظمها تعرف تماما أن هذه الحركة دائما تنقلب على حلفائها في اللحظات الحرجة وتخص أعضائها فقط في التصويت، وهذه درجة 93، وما بعد 93 معظم الذين تحالفوا معها انقلبت عليهم هذه الحركة. وربما أنا سؤالي أنه أنتم كيف يمكن استبيان مثل هكذا وثائق ولا توضع حتى في إطار الاستثمار السياسي، وحتى يعني من يتحالف مع حركة الإخوان المسلمين إن كانوا لديهم هذه المعرفة أساسا بهكذا إجراءات للحركة، لماذا أساسا يدخلون معها في تحالف؟ يعني يا ستي شوفي، احنا قمنا بعمل استقصائي صحافي استقصائي، وهم يعني هم حقيقه هدف لاي عمل صحفي اعلام، لان هم اكبر كتله نازله في الانتخابات، يعني اكبر جهه محزبه نازله في الانتخابات، لذلك هم يعني دائما الصحافه تحوم حولهم والاعلام يعني دائما يحوم حولهم، يعني خصوصا انهم يصدرون دائما يعني منذ فترات يصدرون تصريحات تستفز الناس وتؤلب الناس على بعضهم البعض. قيادات حقيقية للإخوان انسحبت، قيادات داخل التنظيم انسحبت منذ أسابيع من العملية الانتخابية نتيجة
لذلك سيد التل ربما هناك محاولة اغتيال سياسي لم يتم المشاركة قبل عام دورتين سابقتين، اليوم يتم المشاركة. حتى حركة الإخوان المسلمين في الأردن شهدت نوع من المخاض في داخل أطرها وحتى في طرحها اليوم والمشاركة في هذه الانتخابات. بشكل عام كيف تقيمون العملية حتى الساعة قبل انطلاقها؟ العملية الانتخابية بشكل عام؟ نعم ست، العملية الانتخابية بدأ الحراك حقيقة ينشط في الشارع الأردني على مستوى المحافظات، وكما يعني درج العادة في أي انتخابات في الساعات الحرجة يزداد نشاط المرشحين، وهو الآن الكرة في مرمى المرشحين كيف سيخرجون قواعدهم إلى الصناديق. وقياسات الرأي اللي خرجت قبل يومين تؤكد أن هناك نسبة عالية من الشباب ومن القيادات الرأي العام ستشارك في هذه الانتخابات وهي واثقة بنزاهة هذه الانتخابات. اليوم كانت يعني الهيئة المستقلة للانتخابات، هذه الهيئة الدستورية اللي جاءت نتيجة تعديلات دستورية، أكدت وتؤكد على مدار الساعة على نزاهة هذه الانتخابات وعلى حرية الاختيار، وأن الورقة التي ستنزل في الصندوق هي نفسها التي ستخرج على لوح الفرز. وربما سيد التل هناك تخوفات أيضا من هذه الهيئة لأنه هذه الانتخابات تجري وفق نظام وقانون انتخابي جديدين، وهناك تخوفات ربما حول يعني هذه التجربة في هذه الانتخابات مع قلق من أنه لن يكون الإقبال جيد. يعني الإقبال إن شاء الله نتمنى أن يكون الإقبال جيد، يعني اليوم يعني خلال الأيام الماضية القليلة واليوم وغدا إن شاء الله سيشهد الشعب الأردني حراك حقيقي، ويعني وبدأت اليوم الحركة تدب في شوارع عمان والمحافظات بشكل واضح جدا، وبدأ المرشحون يعني ينشطوا في استنفار قواعدهم الانتخابية يعني. ولكن اليوم عندما نظرنا إلى الحملات الانتخابية نرصد أكثر ميل الاهتمام في الجانب الاقتصادي في الحملات الانتخابية أكثر منها في الجانب السياسي، هذا كيف يمكن أن ينعكس حتى على اختيارات المنتخبين؟ وهل يمكن الفصل عن الاقتصاد عن السياسة بطبيعة الحال في مشهدية مثل الأردن؟ سيدتي شيء طبيعي في اقتصاد أردني يعني يمر بأزمات حقيقة للنتيجة ما يجري حوله في المنطقة، شيء طبيعي أن يركز المرشح على هموم المواطن وعلى خصوصا الهموم الاقتصادية والمسألة الاقتصادية. اقتصاد الأردني نتيجة ما يحصل في سوريا والمنطقة منهك، وأنت تعلم سيدتي أن الأردن يستضيف لما يزيد عن مليون لاجئ سوري في محافظات، والأمر الذي أنهك موارده وأنهك بنية تحتية، لذلك الترك بدأ يؤثر على حياة المواطن اليومية. لذلك هذه الانتخابات طابعها وشعاراتها كلها اقتصادية تخاطب هموم المواطن. لكن هل يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة خصوصا أنه أحبطت أو أطاحت بالكثير من الحكومات ما له علاقة في فشلها في وضع إصلاحات أو رؤى أو خطط اقتصادية؟ طبيعي جدا جدا جدا، هذا الموضوع يعني يلقي بظلاله على كافة جوانب الخارطة الأردنية السياسية طبيعي. إضافة لهيك أن الأردن كمان من الناحية السياسية وموقف الأمة وضع الآن حساس جدا في المنطقة للنظر لما يجري حوله. أشكرك. لذلك يعني هناك أشكرك سيد محمد حسن التل رئيس تحرير صحيفة الدستور، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية. إلى ليبيا، حيث أكد الناطق العسكري باسم القيادة العامة للقوات الليبية إصابة رئيس حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجدران خلال الاشتباكات التي دارت أمس في منطقة راس لانوف. هذا وقد أعلنت قواته المشير خليفة حفتر سيطرتها الكاملة على الموانئ في منطقة الهلال النفطي. منطقة الهلال النفطي دخلت حلبة الصراع من جديد، نار المعارك بين قوات المشير خليفة حفتر وحرس المنشآت الموالي لحكومة الوفاق أشعلت أرضها بما فيها وما عليها من نفط ووضعت ثروة البلاد تحت رحمة السلاح. بعد معارك كر وفر أعلنت قوات حفتر سيطرتها الكاملة على ميناءي رأس لانوف والسدرة والمنطقة السكنية، وصدت هجوما مناويا لحرس المنشآت بقيادة إبراهيم الجدران، كما بسطت سيطرتها على بلدة بن جواد والتي تبعد 150 كيلومترا شرق مدينة سرت. المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر جدد دعوته للجيش الليبي بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي، داعيا إلى وقف القتال هناك لما يحمله من مخاطر على البنية التحتية النفطية. كما سبق أن دانت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الهجوم الذي تشنه قوات حفتر.
وعلى جبهة سرت وبعد هدوء لنحو أسبوعين استأنفت القوة التابعة لحكومة الوفاق معاركها لاستعادة المدينة من عناصر داعش، وتمكنت خلالها من التقدم في الأجزاء المتبقية من الحي السكني الثالث في المدينة. المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص رضا عيسى أعلن أنها المرحلة الأخيرة للقضاء على التنظيم في المدينة، وأكد أن أثار داعش ستمحى من سرت. معنا من بنغازي البحث في الشؤون الاستراتيجية سيد رمضان العربي، أهلا بك سيد العربي. يبدو المشهد غير واضح، ما حقيقة ما جرى في الهلال النفطي ولمن السيطرة بالفعل؟ هو في الحقيقة نحن لما لازم نحدد معطيات دقيقة جدا للموضوع. عندما كلفت منذ عامين الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا بالإشراف على مصادر المال الليبي ومصادر النفط والمواني والأجهزة التابعة لها كلها، كلفت بريطانيا العملاء متاحة اللي هم أنشأتهم في شهر 6/2011 وسيطروا على قوة الشعب الليبي، إلى أن تطور الوضع بعملية بعد ما زالت الصخيرات تطور الوضع وأصبح فيه نظرية جديدة اللي هي نظرية تجويع الشعب الليبي. وتجويع الشعب الليبي المقبض الرئيسي متاحة في يد بريطانيا، فكان لزاما على القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر وتيار المساند ليه التيار المقاوم في ليبيا أصبح ضروري من فك هذا. طيب وأنت تشرح لنا ربما خلفيات تحرك المشير خليفة حفتر، وأنت يعني توصف ما جرى بالصخيرات بالمهزلة، هذا شأنك، لكن الآن أود أن أخذ معطيات حقيقية في الميدان. السيطرة الآن لمن على الهلال النفطي؟ أكمل لك. لما حصل عملية مطلب شعبي أن لابد من إعادة النفط لأهله ولبلاده، تم التعرض العسكري على مواني النفط كله وأصبح في أيدي القوات المسلحة العربية الليبية، وتم تسليم كل المواني لمؤسسة النفط الشرعية وانتهى كل الأمر. ما حدث خلال 72 ساعة اللي فاتت هو كلها كانت مغامرة مدفوع ثمنها أصلا، وبالتالي هزموا والآن القوات المسلحة العربية الليبية على مسار السرت حاجة 60 كيلو على سرد، وانتهى موضوع الجدران وموضوع كل العملاء إن شاء الله ينتهي في وقت قريب جدا بما في ذلك حكومة الوصايا. وربما هذه النقطة أحتاج منك لتوضيح سيد العربي، لأنه إطلاق مثل هكذا يعني توصيفات على أطراف حقيقيين موجودين في المشهد السياسي وحتى الميداني الليبي يحتاج منا لفهم. طالما بخروج عندما ذهب السيد فايز السراج إلى مصر قبل ذهابه دعا كل الأطراف إلى طاولة حوار، ولا أدري إذا كان عاد في الفعل من مصر أو ما الذي عاد به طالما التقى كوبلر والتقى العديد من المسؤولين المصريين. ما عنده شيء، احنا كوبلر خلاص قررنا طرده من ليبيا. من انتم تقول نحن، يعني انت خارج معنا يعني تحت مسمى باحث في الشؤون الاستراتيجيه، بس لو توضح لنا ما المقصود بنحن. الشعب الليبي، نحن الشعب الليبي، الشعب الليبي كله في مجمله. الان القوات المسلحه العربيه الليبيه تسيطر على 3/4 ليبيا يا ستي، انتم غايب عليكم اشياء كثيره، ما تعرفوش الأمور بشكل كويس. وبعدين في حجة خائبة اللي هي المجتمع الدولي. ما المجتمع الدولي؟ بريطانيا وأمريكا وفرنسا ما همش المجتمع الدولي. نحن شعب نريد أن نبني بلادنا بشكل مستقل عن هؤلاء المستعمرين. طيب سيد العربي، وهو بطبيعة الحال يعني يتمنى لكل الدول العربية أن يعني تنظم شؤونها من خلال يعني فقط الخبرات والأيدي وأبناء البلد، لكن أنا لا نغيب إطلاقا على الملف الليبي وهو حاضر معنا بشكل يومي وتحديدا في نشرة 8 مساء عند توقيت القدس الشريف، ونتابع أيضا في نشراتنا ولذلك أنت موجود معنا. الآن أنت تتحدث أنه هناك رفض بالمطلق لكل الأطراف ما عدا تلك التي تتحالف مع خليفة حفتر. مش خليفة حفتر واحد من الناس، رجل عسكري مهني، لكن التيار الشعبي في عموم ليبيا كله رافض الهيمنة الأجنبية ورافض من تم تنصيبهم
فسخت عن طريق ليون وبالتالي عن طريق كوبلر. شكرا جزيلا لك سيد رمضان العريبي، أنت الباحث في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من بني غازي. أكدت منظمة العفو الدولية أن قنبلة أمريكية صنع استخدمت في غارة جوية استهدفت مستشفى تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود باليمن في منتصف آب أغسطس الماضي وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. المنظمة وإذ انتقدت مواصلة الدول إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالسلاح، دعت هذه الدول إلى وقف تقديم أسلحة قد تستخدم في اليمن. وهم اثنين أضربهم. أيوة. هكذا بات الوضع داخل الأراضي السعودية القريبة من الحدود مع اليمن، قتال متواصل وعمليات قنص واقتحام لمواقع نجح اليمنيون في السيطرة على عدد كبير منها، ولا سيما في نجران وجيزان. آخر التطورات الميدانية تحدثت عن استهداف الجيش اليمني بصواريخ الكاتيوشا معسكر رجلة السعودي في نجران وموقع الكرس والشبكة وقائم زبيد في الخوبة بجيزان السعودية. وداخل الأراضي اليمنية صعد سلاح الجو السعودي وتيرة استهدافه للمدن والقرى، ولا سيما في العاصمة صنعاء ومحيطها. أما في الميدان فتواصلت المواجهات بين قوات الجيش واللجام من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى، أعنفها في منطقتي زنوج وعصيفرة امتدادا إلى منطقة كلابة شمالية محافظة تعز. بالتزامن مع صد الجيش واللجان محاولة تقدم لقوات هادي باتجاه منطقة المشرف غرب مديرية الوزاعية، كما استهدف الجيش واللجان مواقع قوات هادي في منطقة الحريقة بمديرية الذباب الساحلية جنوبية غرب المحافظة. محاولات التقدم لقوات هادي واكبتها غارات نفذتها الطائرات الحربية السعودية على معسكر اللواء 22 حرس جمهوري في منطقة الجند في الأطراف الشمالية للمحافظة ومنطقة الجديد في مديرية المخا الساحلية غرب تعز. وإلى مأرب حيث تمكن الجيش واللجان الشعبية من صد هجوم لقوات هادي باتجاه منطقة الربيعة في مديرية صرواح وتدمير آلية عسكرية لهم خلال محاولة تقدمهم باتجاه وادي الربيعة بالتزامن مع غارات سعودية مكثفة على مناطق المشح والمطار والربيعة في مديرية صرواح غربي المحافظة. هذا وشنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على مديرية شيبام شمالية محافظة المحويت، كما استهدفت غارات مماثلة معسكر الأمن المركزي وسط مدينة الحديدة غرب اليمن. أما في صعدة فنفذت المروحيات السعودية 25 غارة على منطقتي مندبة وسعبان في مديرية باقم الحدودية ومديرية الصفراء المحاذية غربية المحافظة. في كولومبيا ينتهي نزاع استمر 52 عاما بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة القوات المسلحة الكولومبية فارك في 26 من الشهر الحالي. في حدث تاريخي يكلل 4 سنوات من المفاوضات في كوبا وبرعايتها، ينتهي نزاع استمر 52 عاما ويعلن عن اتفاق سلام بين الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية أو ما يعرف بفارك. في 26 من شهر أيلول سبتمبر وفي مدينة قرطاجنا الكولومبية سيوقع اتفاق السلام الختامي ليضع حدا لأقدم صراع في الأمريكيتين أودى بحياة أكثر من 260 ألف كولومبي. الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس رحب بتوقيع الاتفاق واصفا إياه بالفرصة التاريخية لإنهاء مأساة الحرب، وأعلن عن تنظيم استفتاء شعبي في 2 من تشرين الأول أكتوبر المقبل للسماح للكولومبيين بإبداء رأيهم بالاتفاق وتحويله إلى قانون يجري تنفيذه لاحقا في حال حظي بالأغلبية. تتضمن وثيقة الاتفاق بنودا كثيرة من بينها إجراءات تتعلق بالقطاع الزراعي وإنهاء حركة فارك كجماعة مسلحة، أي بتحويلها إلى حركة سياسية شرعية وتسريح المتمردين والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية. في المقابل عقدت فارك برئاسة قائدها رودريغو ليندونو مؤتمرها الأخير كحركة مسلحة في كاغان جنوب شرق كولومبيا للمصادقة على اتفاق السلام والإعلان عن تخليها عن الكفاح المسلح والانتقال إلى العمل السياسي.
وبانتظار الاستفتاء الشعبي الذي يشير آخر استطلاع حوله بموافقة أغلبية الكولومبيين على اتفاق السلام، ستنشر الأمم المتحدة بعثة مؤلفة من 400 مراقب عسكري في كولومبيا للتحقق من عملية تسليم مسلحي فارك أسلحتهم ومراقبة وقف إطلاق النار وأحلال السلام في كولومبيا. والآن إلى اللقفة الاقتصادية في ظهيرة اليوم مع الزميل عبد الله داهر. مرحبا بك عبد الله. مساء الخير رامي. المقاطعة الاقتصادية على ما يبدو تؤلم إسرائيل كما تؤلمها المقاومة بالسلاح، والدليل تخصيصها 26 مليون دولار لمواجهة الناشطين له في هذه الحملة. تفضل. شكرا. أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة، حيث اتهمت وزيرة العدل الإسرائيلية إليت شاكيد حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بحفر الأنفاق تحت أسس دولة إسرائيل تمهيدا لمحوها عن الخريطة، مشبهة نشاطهم بحفر الأنفاق بما يفعله مقاومو غزة. شاكيد وصفت الحركة بأنها منظمة إرهابية وأن مصادر تمويلها مشابهة لمصادر تمويل من وصفتهم بالإرهابيين في غزة، وذلك خلال مؤتمر عقده الصندوق القومي الإسرائيلي في نيويورك. وكانت إسرائيل قد بدأت حملة لمهاجمة ناشطي المقاطعة الاقتصادية عن طريق تلفيق ملفات جنائية ضدهم، وخصصت نحو 26 مليون دولار يديرها الوزير جلعاد أردان للقيام بمهاجمة هؤلاء الناشطين. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية اليوم الاثنين بعدما باتت دول أوبك ومنتجين للنفط من خارجها على وشك التوصل لاتفاق بشأن تحقيق الاستقرار في الإنتاج. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 62 سنتا إلى 46 دولارا و 39 سنتا للبرميل. من جهته قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه قد يتم الإعلان عن هذا الاتفاق أواخر هذا الشهر، وذلك عقب لقاء جمعه والرئيس الإيراني حسن روحاني. تبحث الحكومة الكويتية عن آلية لتعويض محدودي الدخل عن رفع سعر البنزين، وكشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سبق أن ناقش هذه المسألة لكنه لم يتوصل إلى تحديد الآليات الواجب اتباعها. وأوضحت المصادر أن المشكلة تكمن في تحديد من ينطبق عليه تصنيف محدود الدخل، ولا سيما أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة تقع تحت مجهر تقييم الوكالات الدولية. وتبدو الحكومة الكويتية مصرة على المضي قدما في الخطوات الإصلاحية كافة، ومن ضمنها رفع أسعار البنزين. قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كشك إن بلاده ستقدم الشهر المقبل طلبا لإدارة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار لتمويل برنامجها الاقتصادي. الصندوق أعلن الشهر الماضي توصله لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار تدفع على مدى 3 سنوات، لكن تنفيذ الاتفاق ينتظر بعد الإجراءات الإدارية وإعلان الموافقة من جانب إدارة الصندوق. تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأردن في نهاية شهر آب أغسطس الماضي بنسبة 10.5% مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني. وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن في نهاية آب أغسطس الماضي 12 مليارا و660 مليون دولار مقارنة مع نحو 14 مليارا و150 مليون دولار في نهاية العام الماضي. انخفاض الاحتياطي الأجنبي في الأردن سببه تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض الإيرادات السياحية. كشف مسؤول إيراني أن بلاده تضغط على الولايات المتحدة كي تزيل عقبات مصرفية سعيا لتفعيل وتطوير العلاقات التجارية، حيث لا تزال بنوك أجنبية مترددة في التعامل مع إيران خوفا من عقوبات أمريكية. وكانت شركة الطيران الوطنية الإيرانية قد أبرمت اتفاقا مبدئيا على شراء طائرات أمريكية وأوروبية بقيمة تزيد على 50 مليار دولار بالأسعار المعروضة في صفقة بارزة تعد اختبارا لإعادة انفتاح الاقتصاد الإيراني. نمت الاستثمارات في منطقة اليورو في تموز يوليو الماضي، ولكن فائض المعاملات الجارية تقلص، ويرجع ذلك بصفة أساسية لتراجع الفائض التجاري. وانكمش فائض المعاملات الجارية إلى 21 مليار يورو في تموز يوليو من 29 مليارا ونصف المليار في الشهر الذي سبقه، في حين قفزت الاستثمارات المباشرة ومحافظ الاستثمار إلى 72 مليارا و400 مليون يورو من 6 مليارات يورو في حزيران يونيو.
هذا كله ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة. نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد عند 5:30 لخمس دقائق مع المزيد من أخبار الاقتصاد. عودة لك يا راميا. شكرا لك عبد الله. شكرا. نافذة جديدة على شاشة الميادين تحكي عن عكا الشاهدة على تنامي وزوال عدة إمبراطوريات خلفت مدينة فلسطينية زاخرة بالأثار ونابضة بالحياة على الرغم من الاحتلال الإسرائيلي. أيام وقف أمام أسوارها من دون أن يتمكن من غزوها. عكا هي المدينة التي قهرت نابليون بونابرت في 18 وأوقفت زحفه الاستعماري في المشرق العربي. هذه المدينة التي بنيت على ساحل البحر قبل 5000 عام على يد الفينيقيين وتعاقبت على حكمها إمبراطوريات عدة سجلت علامتها الفارقة لدى سكان البلاد الأصليين عبر التاريخ. ولكن أهم فترة ربما عاشتها مدينة عكا هي فترة أحمد باشا الجزار التي حصنها واستطاع من خلال تحصينها أن يصد غزو نابليون بونابرت لهذه المدينة. وظاهر العمر أهميته هو أنه كان أول حاكم عربي إسلامي حاول أن يقيم شكل من أشكال الحكم العربي المستقل ذي السيادة في فلسطين، وكانت عكا بمثابة مدينة مركزية بالنسبة إليه. أبرز معالم عكا التاريخية التي تزاحم في أهميتها وجماليتها مواقع أثرية في أنحاء المعمورة هي أسوارها المتينة وخاناتها الخمس التي يتربع على شهرتها خان العمدان وجامع الأنوار المعروف بجامع الجزار نسبة إلى حاكم عكا في أواخر 18 أحمد باشا الجزار. معالم استحقت أن تدرج عكا بفضلها على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. عندك القلعة، عندك الميناء، عندك الخان، عندك السجن، سجن عكا، وفي عندك الأسوار الدائرة عكا. هاي ضل احنا بنضلنا بقلب زي ما قال المثل، السمك اذا بتطلع من البحر بتموت، احنا لا بنضلنا صامدين وبنضلنا بالاسوار في البحر. وفيما تضج الحياة على سطح المدينة يتعرق في جوفها تاريخ قديم يعود إلى زمن الصليبيين. أنفاق وقنوات مياه وقاعات فرسان وكنائس وخنادق وممرات سرية استراتيجية. هي مدينة الرمل الحار كما يعني اسمها، لكن في باطن الأرض. هناء محميد، عكا، الميادين. والآن إلى اللقفة الرياضية في ظهيرة اليوم مع زميلة العائدة بألق تونس من بلدها بعد إجازة عبير الذوادي. شكرا لك. أهلا بعودتك. تفضل لك. أهلا بكم. إنتر ميلان يقلب الطاولة على غريمه يوفنتوس ويحسم ديربي إيطاليا لصالحه في المرحلة الرابعة من الكالتشيو. صاحب الأرض رد على هدف ليشتنشتاينر بثنائية تقاسمها إيكاردي وبيريسيتش. مدرب الإنتر فرانك ديبور أكد أن فريقه استحق الفوز على حامل اللقب لأن اللاعبين كافحوا من اللحظة الأولى حتى الأخيرة. الإنتر حقق فوزه الثاني هذا الموسم، رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 9 نقاط وتنازل عن الصدارة لصالح نابولي صاحب 10 نقاط. وصل فينورد روتردام انطلاقته النارية هذا الموسم في الدوري الهولندي وأضاف حامل اللقب في الموسمين الماضيين إيندهوفن إلى قائمة ضحاياه. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع إيريك فرناندو بوتيغن قبل نهاية المباراة ب7 دقائق، قاد فريقه إلى تحقيق الانتصار السادس في 6 مراحل ليرفع فينورد رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد إيندهوفن عند النقطة 13 في المركز الثاني.
واصل اياكس امستردام صحوته محققا فوزه الثالث على التوالي وجاء على مضيفه هيراكليس المولود. ثنائيه الفريق الضيف تقسمها دافي كلاسن ونيمانيا جودل. اياكس رفع رصيده الى 13 نقطه وارتقى الى المركز الثالث، فيما توقف رصيد هيراكليس عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر. مفاجأة من العيار الثقيل فجرها ريو أفي بإلحاق الخسارة الأولى بسبورتينغ لشبونة هذا الموسم في الدوري البرتغالي لكرة القدم. صاحب الأرض تقدم بثلاثية حملت توقيع كل من تارنتيني وهيلدر جيديس وجيل دياس، فيما سجل باس دوست هدف حفظ ماء الوجه لأسود لشبونة. وبالرغم من الهزيمة احتفظ بورتو بصدارة البطولة مع 12 نقطة مستفيدا من تعادل بورتو السلبي مع تومبيلا، فيما ستكون الفرصة السانحة أمام بنفيكا وسبورتينغ براغا للتربع على الصدارة في حال فوز أحدهما على الآخر في مباراتهما هذا المساء. العرب يودعون مونديال كرة الصالات من دوره الأول. المنتخب المغربي لحق بشقيقه المصري خارج البطولة بعد خسارته أمام إسبانيا بأربعة أهداف لثلاثة. وبعد تلقيهم الهزيمة الثالثة على التوالي تذيل أسود الأطلس المجموعة السادسة من دون رصيد، فيما حققت إسبانيا فوزها الثالث وتأهلت إلى دور 16 كمتصدر للمجموعة مع 9 نقاط. المجموعة نفسها شهدت أيضا تأهل أذربيجان وإيران بعد تعادلهما بثلاثة أهداف لمثلهما. أذربيجان احتلت وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن إيران التي تأهلت كأفضل ثالث. استعادت إيران حضورها الآسيوي القوي على صعيد كرة السلة الآسيوية على أرضها، توجت بلقب بطولة كأس التحدي بفوز ساحق على كوريا الجنوبية. صاحبة الضيافة حسمت المباراة النهائية بفارق 30 نقطة لتحقق الفوز التاسع على التوالي في البطولة وتحصد الميدالية الذهبية. الفوز سيمنح إيران بطاقة التأهل مباشرة إلى بطولة آسيا المقبلة من دون الحاجة لخوض تصفيات غرب آسيا. التمللي خاض المنافسات بمنتخب جديد وبغياب رموز الجيل الذهبي السابق أمثال بهرامي وكامراني وأفاق، لكن عملاق الارتكاز الأسطورة حامد حداد كان حاضرا وسجل 20 نقطة و23 متابعة. المنتخب الأردني فاز ببرونزية البطولة بتفوقه على العراق في مباراة تحديد المركز الثالث. منتخب النشامة حسم المباراة ب 94 نقطة ل72 ليؤكد على انطلاقته القوية تحت قيادة مدربه الجديد سام داكرس. ومع حلول إيران والأردن والعراق بين المنتخبات الخمسة الأوائل تكون منطقة غرب آسيا قد كسبت ثلاثة مقاعد إضافية في بطولة آسيا المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم. نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وياكم إلى الزميلة رامية. شكرا لك يا عبير. بهذا نصل إلى ختام الظهيرة، نذكركم بعناوينها. تأجيل استكمال تنفيذ اتفاق الوعر في حمص إلى يوم غد بعد وضع مجموعات مسلحة شروطا جديدة. مصادر تؤكد للميادين تحليق طائرة تجسس أمريكية قبالة السواحل اللبنانية والسورية وقيامها بمسح استخباري هو الثالث خلال ثلاثة أسابيع. شهيد فلسطيني وجريحان برصاص قوات الاحتلال في الخليل والقدس بذريعة محاولات طعن. عمدة نيويورك يقول إن التحقيقات في تفجير منهاتن تشير إلى أنه إرهابي، وشرطة نيوجيرسي تفجر حقيبة مشبوهة. حزب روسيا الموحد الحاكم يحصل على الأكثرية الدستورية في انتخابات مجلس الدوما. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحة الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. المزيد على رأس الساعة. إلى اللقاء.